ارتباطنا اليوم بالقهوة دكتور تحول من سلوك عادات إلى سلوك ترف مثلاً؟ أنا أعرف ناس كثير مثلاً الآن طلع قهوة بدون كافيين والناس تشربها للكيف، لأن القهوة تنقسم إلى قسمين، القهوة كشيء والقهوة كحدث، أو بالتعبير اللي سبق أني ذكرته القهوة السطحية والقهوة العميقة. القهوة السطحية أنك تشوف كيف تصلح، وهل يضاف لها أنواع من المنكهات أو الحليب أو السكر، وكوب يعني سيراميك أو ورق أو كل ما يمكن أن تراه العين في صناعة القهوة، هذا الشكل السطحي للقهوة. وأي أسرة تستطيع أنها تشتري الآن أي مكينة بأرخص سعر وتسويها في البيت، لكن لماذا تخرج الأسرة بكاملها لتشرب القهوة في المقاهي؟ إذن هناك بنية عميقة في داخل القهوة مبنية على إعادة ترميم العلاقات على فنجان القهوة، بناء الصفقات التجارية على بناء قهوة، عقد اتفاقات، تغيير جو، يعني تغيير جو، بناء تفاعل اجتماعي. كثير يحل واجباته ويكتب بحوثه ويذاكر بعد، ويذاكر في القهوة. وهذه الظاهرة أنا ما أشوفها في الرياض ولا في السعودية، في كل العالم العربي. كل العالم العربي اليوم صار نسخ ولصق، مدينة حديثة ومقاهي عصرية بقهوة مختصة وناس بلابتوب، نفس المشهد. في السابق من يزور الرياض يروح للمكان القديم ويشرب القهوة العربية، أو يزور الشرقية فيها طقوس معينة لشرب القهوة، أو أي دولة في الخليج، وإذا راح لمصر فيها الفيشاوي والمقاهي اللي لها 200 سنة هناك. افتقد هذا الشيء. يعني لو أروح لدبي أو القاهرة بروح التجمع، بروح لو أروح المغرب بروح المكان كذا، لو أروح لتونس أو أروح أي مكان، نفس اللي في الرياض هو اللي هناك، ونفس بس اللهم يتغير البيئة المكانية والزمانية وتمنحك شعور مخادع وجميل بأنك سافرت، في حين الاكتساب العادات والثقافات تكتسب من منتج البلد الأصلي. ولكن لم تشرب القهوة الأمريكية في كل مكان. الزائر الأمريكي والأوروبي اللي نشوفهم دائما على مستواي الشخصي، أبي عزمه يقول عزمني بأكلكم الشعبي، أنا لن أخرج معي إلا بذكريات، لن أخرج بوجبة، والوجبة أنا مصدر لكم الوجبة العصرية، وأنا مصدر لك القهوة، أبي قهوتك أنت، لأنها تعني لي ذكريات، تعني لي الشعور أني سافرت فعلا. يطلبون مني أوديهم الصحراء، يطلبون مني أوديهم للرياض القديمة. هؤلاء اللي يتذوقون السياحة ويتذوقون معنى القهوة عند كل مجتمع يزورونه، هذه اللي يعني أنا أناديبها وأحب أنها تكون هي المنتجة. طيب دكتور، بالنسبة وش قهوتك المناسبة لك؟ أنا من مرتادي المقاهي، أنا عندي مكتبة في البيت ومكتب الجامعة، ولكن أتركها أحيانا للقراءة، وفي أحيانا كثيرة أخذ لابتوبي وأروح مقهى وأشرب المتيسر منه. أنا أشرب القهوة العربية في سياقها في المجالس العربية، وأشرب القهوة الأمريكية في سياقها إذا كنت في مقهى أمريكي، لكني ما أصنف نفسي بأني متذوق لنوع من القهوة، لكني كلما ابتعدت القهوة عن أي إضافات أنا أميل لها، بلا سكر بلا ألوان بلا نكهات.